فؤاد اليوم السيد فؤاد الواد أرقام تونس تبقى هي الوجهة الأولى للجزائريين، كيف تشوفوا تقييمكم ربما من الصائفة إلى اليوم ولا من بداية السنة، وهل نتائج أرقام مشجعة؟ صباح الخير، مرحبا بك سي زبير في مقر الديوان الوطني التونسي للسياحة بالجزائر. مرحبا بكافة ضيوفك، مرحبا بكافة مستمعات ومستمعي أنا الجزائر. بطبيعة الحال بالنسبة لي نحن ديما فما أسواق سياحية اللي الوجهة السياحية متاعهم هي تونس، لكن بالنسبة للجزائريين هما أشقاء وإخوة. احنا ديما نقولوا الأشقاء الجزائريين اللي خيروا تونس كوجهة سياحية سنة 2024 إلى حدود 20 أكتوبر، قرابة 2,683,000 ألف جزائري شقيق جزائري اللي دخلوا تونس، وهو رقم مهم. احنا كانت السنة الفارتة خلال سنة 2023 استقبلنا قرابة 3,038,000 شقيق جزائري، ان شاء الله عندنا زيادة خلال نفس الفترة توا من السنة الفارتة تقدر ب 14% على سنة 2023 اللي كانت في حدود تقريب 2,355,000، وزيادة معتبرة ب 24% مقارنة بسنة 2019 اللي كانت هي سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية. هذا اللي ندل على شيء هو تبقى تونس الوجهة السياحية المفضلة لدى الأشقاء الجزائريين، سواء العائلات أو لنوفو مريم يعني المعرسين الجدد، وخاصة في خلال هذه الفترة للشباب زادة، معناها هذا الكل يخلي الوجهة السياحية التونسية هي الوجهة المفضلة. ونعرفوا احنا تاريخيا معناها تاريخ كبير بين الجزائر وتونس، بين الأشقاء، عائلات متساهرة، القرب الجغرافي. نعرفوا اللي 94% تقريبا من الجزائريين اللي يمشيوا تونس يمشيوا عن طريق البر. سيد فؤاد الواد، تونس أكيد كبيرة، لكن الجزائريين عندهم هكذا بلايص يروح عليهم بالحمامات سوسة، وش هي ربما الوجهات الأكثر اللي يزاروها؟ والله بطبيعة الحال تقعد سوسة هي الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للأشقاء الجزائريين والعائلات الجزائرية، معناها تليها بعد ياسمين الحمامات، تبرقة، الحمامات، تونس العاصمة، وتوا معناها المونستير زادة، جربة، المهدية، هذوما معناها قاعد الأشقاء الجزائريين يكتشفوا في مدن سياحية جديدة في تونس، وفي ان برودوي تورستيك جديد بالنسبة للأشقاء الجزائريين، ما عادش مقتصرة ما بين الحمامات، ياسمين الحمامات، تونس العاصمة والسوسة. تقريب احنا بينا قمنا بعديد العمليات الترويجية معناها باش نعرفوا بالمنتوج السياحي جديد بمدن سياحية جديدة، معناها سواء عن طريق الصحافة وعن طريق وكالة الأصفار، نقوم بالعديد من البرامج مؤثرين، وخاصة تول وجهة نتاعنا معناها الحقيقة تمشي للديجيتال. الديجيتال معناها كي نقولوا ديجيتال نقولوا المؤثرين اللي صانعي المحتوى، هذا الكل معناها أعطى إضافة وإضافة كبيرة. نعرفوا ما شاء الله معناها المتابعة نتاع اللخيان المؤثرين وصانعي المحتوى كبيرة جدا، وتشمل معناها جميع الشرائح العمرية، ماهيش كان معناها الشباب، لا، فما المؤثرين اللي معناها تلقاهم يوجهوا للعائلات للمستوى معناها معين متاع الدراسي، معناها لديفيرون كاتيجوري داج. سيد فؤاد الواد، أيضا سنة 2024 كانت مبشرة، عودة قطار الجزائر تونس اللي حبل معاه أيضا بشائر الأمل. والله هو عنصر مهم القطار، القطار كان معناها عنده فوق 32 سنة تقريبا في توقف. نعرف العلاقات الهامة تو ما بي في أعلى مستوى هرم السلطة معناها على مستوى الجزائر وتونس، هذا أدى معناها إلى تسهيلات على جميع الميادين، وخاصة عودة القطار معناها اللي يربط بين عنابة وتونس مهم جدا، معناها سواء للناس اللي للمسافرين أو حتى بعد في صفة ثانية معناها للمبادلات الاقتصادية.
هذه خطوة ممتازة، خطوة أولى ممتازة، إن شاء الله زاد عام قريب معناها فما إمكانية نتاع عودة للخط البحري، إن شاء الله يكون فما توا فما مناقشات وفما كذا، إن شاء الله فما في أقرب الأجيال نتمناه هدايا معناها إن شاء الله يتحقق هدايا معناها هو عودة للخط البحري اللي يربط. عودة هل كان موجود؟ كان موجود معناها منذ سنوات بعيدة، منذ سنوات كان موجود، ما كانش معناها بشكل مكثف. هل وصل فقط أيضا؟ لا، وصل الجزائر العاصمة معناها واحد إن شاء الله معناها سواء من الجزائر أو من وهران أو من أي مدينة ساحلي وميناء معناها ساحلي بطبيعة الحال مع تونس العاصمة حلق الواد أو مع سوسة معناها تنشوفهم بعد الإمكانيات المتوفرة. العودة هذه تنجم تكون عودة معناها كبيرة برشا أراو في الاتجاهين، ما نحكيوش كان الجزائريين والشقاء الجزائريين اللي ماشيين لتونس، لكن زاد التوانسة اللي جيوا للجزائر، ونعرفوا اللي سنة 2019 تقريبا 1,800,000 تونسي اللي جيوا للجزائر، معناها راهو رقم زاد مهم جدا، معناها اللي التوانسة ولاو يجيوا للجزائر وما عادش مقتصرة على الشرق معناها ولا الشوبينغ، لا لا، توا التوانسة قاعدين يكتشفوا في جمال الجزائر، يكتشفوا في مناطق طبيعية ومناطق جميلة جدا، يكتشفوا في ولايات جميلة جدا، يجيوا للجزائر العاصمة، يروحوا لوهران، لبجاير، جيجل، معناها والجزائر تبارك الله معناها 58 ولاية اللي هي تسخر بجمال طبيعي وبمواقع تاريخية وأثرية مهمة جدا، وهذه دعوة حتى لإخواننا التوانسة معناها يجيوا يزوروا للجزائر، يجيوا يتفرجوا يشوفوا راهو الشعب الجزائري يحبنا، يحب التوانسة، وهذا مهم جدا. سيد فؤاد الواد، تونس لا تقتصر فقط على الصيف، كاين عطل شتوية، كاين نهاية السنة، يعني راهي طول العام تستقبل الجزائريين. بطبيعة الحال احنا ديما في تونس نحبوا نوصلوا نحكيوا على سنة سياحية، ما عادش نحكيوا على موسم سياحي، وهو خاصة يكون موسم الاستياف، وهذا ما ينجم يصير إلا بتنوع المنتوج السياحي. نعرفوا السياحة الشاطئية والسياحة الكلاسيكية هي سياحة مهمة جدا وتستقطب العديد من الجنسيات معناها الأوروبية والإخوان الجزائريين، لكن نعرفوا احنا الفترة هذه هي الفترة بتاع مثلا سياحة المعالجة بمياه البحر، وهذا عنصر مهم على خطر لبلو فاليو معناها يجيك السائح اللي مترفه اللي يحب يقوم بعملية متاع توسكي بيانات توسكي تلاسوثيرابي، ونعرفوا تونس تحتل المرتبة الثانية معناها على هذا المستوى بعد فرنسا. كيف كيف هو سياحة سولاجان اللي تبدأ تو تمتد حتى لشهر ماي، وخاصة كما في الجزائر كما في تونس اللي السياحة الصحراوية اللي توا تبدأ معناها، وهذا معناها عنصر مهم بالنسبة لنا احنا باش نواصلوا معناها الموسم السياحي وموسم الاستياف بهذه الأنواع معناها من السياحة، السياحة الثقافية كيف كيف، السياحة الرياضية كيف كيف، ونعرف العديد من الفرق الجزائرية معناها خلال التحضيرات للموسم الرياضي معناها يقوموا بال تربصات نتاعهم في تونس وخاصة في جهة تبرق وعين درهم. هدايا مع تنوع المنتوج السياحي وما عادش الاقتصار على النزول، لا توا معناها فما الإقامات الريفية اللي جيتو ليرو، فما لي ميزون دوت دور الضيافة، فما لي ميزون تشارم، هدايا كل معناها يعطي دفع جديد للسياحة. نعرفوا خاصة بعد كورونا عافانا وعافاكم الله وإن شاء الله ما عادش الروها، معناها العديد من السياح واللي يحبذوا أماكن نوعا ما ما عادش المغلقة والمغلوقة والأماكن مفتوحة هكاية، معناها اللي ما تأمش العديد من السياح يكون العدد قليل، هذايا معناها ما خلى في تونس معناها نمشي وزادة وتشجيع للأنواع والأنماط الإقامات الجديدة هذه. سيد فؤاد الواد، تونس في القلب، الجزائر أيضا في القلب، اليوم تحدث على كما قلت في الاتجاهين، وشي ربما رسالة تقدمها كنادي يرعى أيضا المجال السياحي ما بين البلدين. والله احنا قادمين على نهاية السنة الإدارية معناها، ونعرف العديد من الجزائريين اللي يمشيوا تونس، وهذه دعوة زادة للشقاء الجزائريين، راهو الاتصال بأقرب وكالة أسفار جزائرية معتمدة من طرف سلطة الإشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر، هي تضمن لك
احسن ظروف الاقامه، تضمن لك احسن الاسعار. هذا مهم جدا. بعد ساعات لهنا فو ايفيتيك لي بيرو دافير، الناس هذوما لي راباتور هذوما المتدخلين هذوما اللي ما عندهم حتى صفه قانونيه، معناها ديما راهي اقرب وكاله اسفار جزائريه هي اللي تضمن لك احسن ظروف الاقامه، احسن الاسعار، ويكون عندك اختيار شامل. واحنا معناها فما اهتمام من اعلى مستوى هرم السلطه بالاشقاء الجزائريين، سواء على مستوى المعابر الحدوديه والاستقبال نتاعهم على مستوى المعابر الحدوديه او داخل النزل وخارجه. معناها هذه تعليمات خاصه باش يكونوا الاشقاء الجزائريين ونوفروا لهم احسن ظروف الاستقبال والاقامه داخل وخارج النزل. نشكرك، نلتقي ان شاء الله في فرص اخرى. وعاشت الجزائر وتونس بلد واحد. عاشت الجزائر وتونس بلد واحد. نشكرك ونتمنى لك ديما التوفيق والنجاح.